السلام عليكم. كصحافة بعدا كنشكركم وكنشكركم بزاف على المجيان ديالكم معايا، والله يرحم لكم الوالدين. وكنشكر الناس ديال محكمة الاستئناف، من ضمنهم السيد الوكيل العام النزيه، كنشكرك بزاف. وكنشكر السيد النائب الاول والرئيس الاول والنواب كاملين. كنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين. من بعد ما كان عندي واحد التخوف من طرف المحامون ديالها، من جيت المحكمه الحمد لله قلبي يرتاح. وهنا بالنسبه اليوم شنو غيطرى؟ اليوم كان عندي جلسه مع الوحده. انا وسط الجلسه كنشوف واحد السيده اللي كانت كتصورني في قاعه الجلسات محكمه المحمديه، كانت كدير ابيل فيديو مع المتهمات ملي ما كانوش كيجيو. انا منين شفتها مشيت على الضابط، قلت لي استاذ الله يرحم لك الوالدين، هاد السيده راه كتصورني في المحكمه الابتدائيه. منين جا عندها ما تقبلهاش الاخ المتهم المحامي، ما تقبلهاش. مشى عندها قال لها طلب منها البطاقه الوطنيه. منين جيت انا باش ندخل الجلسه ولا المحامي بالبدله ديالو، انا داخله وكيقول لي تتكون المحكمه ديال باها الخنز، هذه الاولى والثانيه. دخلت انا جلست ما نجاوبوش، حنا في القضاء خلي القضاء بيناتنا. جلست قدام الناس وكاينين الشهود وكاينين كاميرات، كيتفل عليا حاشاكم، كيقول لي تفو قدام المحامون قدام الناس قدام كل شيء، ما اكتفاوش بهذا الشيء. انا خاصكم تعرفوا هذه القضيه، ما اكتفاوش بهذا الشيء. سالات الجلسة، تأجلت بعد الجلسة ديالي باش الكل يعرف، تأجلت الجلسة نهار 30/3، لأن قال لك المتهمة جايبين وثيقة عاوتاني بأنها فرنسا كدوز شي امتحانات، شي دوزنا حنا 6 سنين في المحكمة المحمدية معاهم. ودخلت نيابة جديدة، سجلوا نيابة محامية أخرى دخلت، مرحبا حنا ما غتأثروا عليا في حتى شي حاجة، لأن أنا كعدد الناس مطمئن قلبي، أنا معاكم ياك 30/3 ماشي مشكل. خرجنا من الجلسة كنهضروا، كانوا الإخوان الصحافة، فورا أنا كنهضر مع محاميتي باش غنقول لها يلا بالسلامة. الدورة اللي غندور كتضربني المتهمة، كتهز العكاز ديالها قدام الجميع، المحامون البوليس الصحافة، ضربتني العنق على حر جهدها، قالت لي بشوية ضربتيني. أنا ما عرفتهاش لأن أنا كنت دايرة كنهضر، تلاحت عليا بضرب العنق قدام الجميع وطاحت الأرض وطاحت سقفت. الحين معنا كانوا البوليس كان كل شيء والمكتفى وش بهذا الشيء، بغاش يصيفطوني للحبس. كاينو دخاله وهي طايحه، خو المتهمه قدام الجميع كيقول لي لان محامون وقالوها تما، قال لهم شنا ما ضربتهاش، الكاميرا كاينه، محامون ما عجبهمش الحال، قال لي ما تقصتهاش ما ضربتهاش، هي اللي ضربتها، ضربتني العنقي طاحت ندخله قدام الكل. كيقول لي والله يا امك تنصيفطك للحبس، لابس البدله ديالو. ها قال لي الا ما صيفطتكش للحبس انا ماشي راجل. واش كانوا كاميرات؟ كاينين كاميرات بالطبع، كاينين كاميرات وكاينين البوليس وكاينين المحامون وكاينين الصحافه. واحد بعدا راه كان غياكل العصا من عند المحامي. المراه اللي معاها اللي كتصورني وسط الجلسه كتقول لي ضربتيها، اللي قالت لي وسط الجلسه الهضره ماشي هنا تتخرجي برا، كتقول لي ضربتيها وانا راه الكاميرات كاينين. الحمد لله كان تدخل زوين من طرف السيد الوكيل العام، عيط عليا، دخلت قلت اللي عندي، عاد صيفطني عند النائب ديالو، سامع ليا دار ليا محضر لان غيتفرغوا الكاميرات كلشي، التسجيل ديال اليوم كلشي غيطالع لي السيد الوكيل العام. وانا انا من هذا الشيء كامل باغين باش يطيحوني في الفخ، بغاوني نضربهم، بغاوني نتقر. انا لا كون بغيت داك الشيء ما غنصبرش 6 سنين من بعد الخراب ديال داري، من بعد مرض السكر اللي جاني، من بعد الوالده اللي تحيدت ليا. كنقول لكم انا راه داك الشيء هو اللي ما غنمشيش في العنف، ما مشيت لطريق العنف، غنبقى انا في طريق القضاء. انتوما اللي بغيتوا تجيبوني لهنا انا مرحبا والف مرحبا بهاد الناس. شنو وقع اليوم في الجلسه؟ اللي وقع راني سبقت قلت بان تاجلت 30/3. لا واش ما سمعوا حتى شي حد؟ ما كان حتى شي، لا 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 ما كاين حتى شي حد. جات واحد المحاميه جديده كتقدم النيابه ديالها، المتهمه ما كتجيش والمحامي حتى هو ما كيجيش، كيجيبوا ورقه بجوج، المتهمه والمحامي ما كيجيوش، حقها راها في فرنسا. وهي المتهمه اليوم كانت كاينه الام، مي بنتها قال لك كاينه في فرنسا. شتي هادشي كانوا كيديروه في محكمه الابتدائيه المحمديه،
باش خاص الراي العام يعرف هذه القضيه. انا 6 سنين علاش تجرجرت فيها؟ تجرجرت بشواهد طبيه، بالغياب، بالاكاذيب ديالهم، بكل شيء. وانا كنقول لكم صبرت 6 سنين، ما عنديش مشكل، ما عنديش مشكل. صبرت 6 سنين، نصبر 3 شهور، نصبر 4 شهور. بالنسبه للمحامي ديالها، واش هو كيف عنده علاقه في القضيه هذه؟ اختي هو الاخ ديالها محامي عليها، ولكن ما واخدش الموضوع كمحامي كيدافع، واخد معايا انايا، واخد معايا بحال شي بغى ياخذها كومبات مضاربه. لان منين عرفتي شنو راه كيتحدى السيد الوكيل العام، وكيضرب في الاحترام ديالو، وكيضرب في كل شيء، وكيقول لي وسط المحكمه والله يا امك تنصيفطك للحبس. اشنو كيبان لكم؟ واش هذا الانسان محترم البيده ديالو باش غادي يحترم الناس ديال محكمه الاستئناف؟ راه قدام الصحافه كاملين، وقدام المحامون النزهاء اللي ما عجبهمش الحال واعترفوا تما وقالوا لي احنا نشهدوا معاك، ما قربتيش لها، ما قصتيهاش، وهي اللي ضرباتك. تابعتها قانونيا، لان مادام هناك كاميرات من حقي، كاينين كاميرات المراقبه الحمد لله، الشكر كنشكر السيد الوكيل العام على الكاميرات كاملين اللي كاينين من الباب حتى لداخل ومن الداخل حتى لهنا. لهذا انا تقدمت بشكايه ضدهم ثلاثه، لان انا كليت العصا، كليت العصا قدام الجميع. راه ما يمكنش نقولوا الوالده مشات، الوالده ديالي مشات، ولكن ما كتافيتوش بهذا الشيء. ثمن العصا هانت يا نزلت عليا بعكاز العنقي، ثمن العصا بغيتو تعطيوها ليا. بيني وبينكم القضاء واللي دار السيد وكيل عام مرحبا بها. الوحيد لان من هاد الناس ياخذوا ليا حقي في هاد العصا اللي كليت، لان كنت منهاره والكل يسمح ليا على رده الفعل ديالي، لانني كنت واكله العصا، كنت واكله العصا، ضربتني العنقي وجاتني الدوخه. لهذا غنقول لكم طلبي الوحيد من هاد الناس، هاد الشكايه اللي درت، يخرجوا تسجيل الكاميرات وناخذ حقي فيها. هذا هو الطلب ديالي. اما الملف ديالي الحمد لله بين ايادي امينه. تبارك الله عليك. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.